السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. باش نفصلوا جلابة مخزنية كنحتاجو باترون جلابة مخزنية، يعني هي فصالة عادية، يعني فصالة سهلة ممكن أي مبتدئة تصيبها. افترضوا معنا هذا هو التوب. هنايا عندي العرض متر ونصف وفي الطول جوج متر. غنتني التوب على من العرض ديالو غنتني على اثنان، ثم غادي نتنيه على أربعة على هاد الشكل، بحيث نخلي واحد سنتيمتر بحال هاكا، نخلي سنتيم ولا سنتيم ونصف، كاين اللي كيخلي حتى جوج سنتيمتر ديال السفيفة من هنايا، ونخدم يعني ندير العنق هنايا ونخدم. يعني بعد ما قادي التوب القماش هذا هو عندي هنايا كتبنا باترون جلابة مخزنية. أول حاجة غادي نحدد سنتيم الجهة الأمامية، يعني الجهة الأمامية كنخلي سنتيم. نخلي جهة مفتوحة كنخلي سنتيم، والجهة المغلقة كنخدم عليها، يعني كيكون متني على أربعة. كناخد هنايا العنق، العنق 8 سنتيمتر، وكنهبط ب2 سنتيمتر صافي، وكنقوس بحال هكا على هاد الشكل. يعني هنا 8 سنتيمتر وهنا هبطت ب2 سنتيمتر باش ندير تقويرات العنق الخلفيه. من بعد كندخل عندي هنايا في المقاسات، باش قبل ما ننسى، عندي المقاسات الكتف زائد الاضافات. كنحتاجو في جلابه مخزنيه الكتف زائد الاضافات، يعني طيح الكتف والتركيز، ارتفاع التركيز، الصدر زائد الوسع، يعني الوسع اللي بغيت نضيف، الحزام زائد الوسع، كاين ما كيحتاجش الحزام، الحوض زائد الوسع، والجلال كم عرض لكم وطولكم وطول الكلي، والفتحة طبيعة الحال بغيت ندير الفتحة، يعني الجلابة مخزنية كنحتاج الفتحة. من بعد كندخل هنايا، شحال عندي هنا في الكتف؟ عندي 21 سنتيمتر، كنحط مقاس كيف العادة 21 سنتيمتر هنايا، وكنهبط ب3 سنتيمتر. نفترضوا انها جات 3 سنتيمتر هنايا، وكنسطر، يعني هذا هو الكورساج الاساسي، يعني هبطت هنايا ب3 سنتيمتر. باش نطيح الكتاف كطيحيه من 10، يعني كنضيف هنايا 10 سنتيمتر او 14 سنتيمتر. 14 سنتيمتر كتجي يعني متوسطه، كتجي مزيانه. كاين اللي كيضيف يطيح الكتاف اكثر، يعني من 10 حتى 20 سنتيمتر. انا غادي نضيف هنايا، يعني من هذه النقطه غادي نضيف 14 سنتيمتر، مثلا جاتني هنا 14 سنتيمتر. ممكن تهبطي من هذه النقطه حتى هنا ب 5 سنتيمتر، يعني تهبطي هنايا ب 5 سنتيمتر، او كنسطر على هذا الشكل، كنمدد الكتف حتى النقطه فين بغيت، ديك النقطه اللي طيحت فيها الكتف بحال هكا، كنمر على هاد النقطة ديال 3 سنتيمتر وكندير بحال هكا. نتمنى يكون واضح. من بعد كنهبط بالارتفاع، ارتفاع التركيز كنهبط به من هنا، من هاد النقطة عندي هنايا في التركيز 28 سنتيمتر، أو كناخد التركيز اللي عندي، مثلا عندي 23 سنتيمتر، يعني التركيز اللي عندي، وكنضيف لي 5 سنتيمتر، كاين اللي كيضيف لي 3 سنتيمتر. المهم انا عندي هنايا 28 سنتيمتر. انا شنو درت انا هنا؟ خديت الصدر عندي 30، نقصت ليه 2 سنتيمتر هو باش نخدم. هنايا 28 سنتيمتر، يعني ارتفاع التركيز كما كتشوفوا هنايا، ارتفاع التركيز الجلابة المخزنية ما كيكونش تقويره، كيكون بحال هكا مستقيم. من بعد كناخد هنايا خط تركيز، خط تركيز يعني كيكون من هنايا خط تركيز، وكناخد المقاس. عندي المقاس هنايا في الصدر عندي 30 سنتيمتر، اجيني مثلا 30 سنتيمتر هنايا، غادي نضيف ليها الوسع، ممكن نضيف ليها 3 سنتيمتر او 4 او اكثر او 4 سنتيمتر، على حسب شحال بغيتي ديال الوسع، يعني تكون واسعه قداش بغيتي الوسع.
جاتني مثلا هنايا 30 سنتيمتر، ضفت ليها 3 سنتيمتر زائد 1 سنتيم ديال الخياطة، جاتني هنا نسطرها، من احسن نسطرها لان نسطرها هذا خط او ربع الصدر، نديرو الصدر زائد الوسع، يعني شحال بغيتي في التوسيع. ضفت 3، جاتني مثلا هنايا كنفترض هنا ضفت 3 سنتيمتر زائد 1 سنتيمتر ديال حق الخياطه. كندير بنفس الطريقه، كناخذ طول الحزام، كاين اللي كيحتاج الحزام وكاين اللي ما كنحتاجوش، نديرو نحتاجو هنايا نحطو هنايا الا بغيتي تدخلي في الحزام. يعني عندي في الحزام هنايا 28 سنتيمتر، ضفت ليها 3 سنتيمتر، يعني جاتني مثلا هنايا 28 سنتيمتر، ضفت ليها 3 سنتيمتر زائد 1 ديال حق الخياطه، يعني حنا جاني الحزام. ناخذ باش ناخذ الحوض، كاين اللي كياخذ من الحوض يعني من الصدر الى الجلال، او من الحوض الى الجلال، يعني بلا ما نحتاجو الحزام. ناخذ طول الحوض وكنسطر الحوض، عندي هنايا 32 سنتيمتر زائد 3 سنتيمتر اللي ضفت ديال الوسع زائد 1 سنتيمتر ديال حق الخياطه، يعني عندي 36 سنتيمتر. جاتني بحال هكا هنايا. بعد ما خدينا الحوض نكتبو هنايا الحزام زائد الوسع قيم الحوض زائد الوسع، جاتني هنا 36، ممكن هاد 36 نهبطو بها بالجلال. ناخدو أولا الطول، عندي الطول متر هنايا و40 زائد 8 سنتيمتر، يعني متر و40، وهنايا بالجلال ناخذ 36، يعني بحال نقطة الحوض بحال نقطة الجلال. هنايا 36 زائد 8 لوغلي، نكتبو هنا 8 لوغلي، عندي الجلال 36 أو ندير 40 سنتيمتر، يعني ممكن نضيف هنايا ندير 40 سنتيمتر ديال الجلال. من بعد كنصير هاد النقط، قبل ما نصير النقط كنمشي كندير دورة العنق ديال الأمام. دورة العنق ممكن تهبطي من هنايا 10 سنتيمتر أو كتمشي من هنايا حتى هنا 15 سنتيمتر. بحال هكا كندير في، كنمشي للمنتصف كنطلع بسنتيم وكنقوس، يعني هادي هي تقورة الأمام ديال الجلالب، الجلابة كلهم كيكونوا بحال هكا. كتبو هنا 10 سنتيمتر، يعني من هاد النقطة حتى هنا 10 سنتيمتر، ولا من هنايا حتى هنا 15 سنتيمتر. الآن غنلاقي هاد النقط، يعني هاد النقطة مع هاد النقطة. قبل ما نلاقي هاد النقطة مع هاد النقطة كندخل هنا بسنتيم، يعني كندخل هنا بسنتيم وكنقوس، كنقوس على هاد الشكل، ما كنمشيش يعني النيشان بحال هكا، ما كنمشيش نيشان على الشكل، نسطرو هادي حتى الحوض الى الجلال بحال هكا، ما كنمشيش نيشان بحال هكا. شوف كي تكون عندي هنا زاوية قائمة، هاد الزاوية قائمة غادي نمشي نقوس من هنا على هاد الشكل بحال هكا، كندخل يعني بسنتيم وكنقوس. من بعد الا بغيتي دوزي من الحزام كتدخلي، يعني كتقوسي هنايا وكتمري بالحزام، كتمشي هكا وكتمشي على هذا الشكل صافي. اغلبيه يعني الخياطين كيمشيو من الصدر للجلال، هذه جلابه مخزنيه. نضيف هنا ممكن تضيفي 40 سنتيمتر، يعني 4 سنتيمتر، وتصلي هاد النقطة حتى لهاد النقطة. الفتحة ديال الجلال، يعني الفتحة هنايا عندي 25 سنتيمتر، كنطلع من هاد النقطة ديال 8 سنتيمتر كنطلع
25 نفترضوا هذه هي 25 سنتيمتر هنا ديال الفتحه، وكنكراني هذه الفتحه كنكراني اللوغلي باش يعرف المعلم انها هنايا اللوغلي وهنايا الفتحه ديال الجناب. بعد ما صيبنا جلابه مخزنيه غندوزو القب. القب يعني بحالو بحال ندوزو الاكمام هما الاولين، نصيب لكم هنايا. عندي هنايا طولكم، طول الكم، قبل ما ننسى عندي طول الكم 58 سنتيمتر. 58 سنتيمتر في طول الكم يعني جهه هنا جهه مغلقه، كتبوا جهه مغلقه. يعني طول الكم ما كناخذش طول الكم كامل، يعني كنقص منه هاد الاضافات. مثلا ضفت هنا 14 سنتيمتر، يعني 58 في الكم غنقص منها 14 سنتيمتر. والكم ديال الجلابه مخزنيه كيكون قصير، يعني بلا ما نضيفوا ليه هذيك 4 سنتيمتر نضيفوا ليها 3 سنتيمتر، ولا ممكن تضيفي عاد 2 سنتيمتر. عندي هنايا ارتفاع التركيز، وهنايا عندي عرض لكم، عرض لكم غندير هنايا 17 سنتيمتر. عندي 17 سنتيمتر زائد واحد، يعني عرض لكم كيكون عندي واسع في جلابه مخزنيه 17 سنتيمتر، نضيف لها سنتيم ديال الخياطه. هنايا عندي ارتفاع التركيز، كناخذ ارتفاع التركيز هكا، كندخل هنايا من هذه النقطه، من هذه النقطة كندخل بخمسة سنتيمتر، ممكن تدخلي بثلاثة ولا خمسة سنتيمتر. هذه النقطة كندخلها يعني هذا الرأس لكم حتى هنايا بخمسة سنتيمتر، يعني باش ما يجينيش مخنشش، ما يجينيش واحد العيب. وكندير هنايا مقاس ارتفاع التركيز، يعني هذا المقاس كنعبرو بحال هكا. عندي مثلا هنايا كما قلت لكم 28 سنتيمتر هي اللي خاصها تكون عندي هنايا، من هذه النقطة حتى لهاد النقطة 28 سنتيمتر. نكتب هنايا ارتفاع التركيز صافي، ونسطر يعني 17 سنتيمتر زائد واحد، ونسطر بحال هكا كنلاقي هاد النقط. يعني كم جلابه مخزنيه كيكون ساهل. كما قلت لكم طول الكم باش ما ننسى، طول الكم هنايا عندي 58 سنتيمتر ناقص 14. نكتب هنا 58 سنتيمتر ناقص اضافات اللي ضفت ديال طيح الكتف، ضفت 10 سنتيمتر غندير 150 ناقص 14 سنتيمتر، يعني غادي ناخذ هنا 44 سنتيمتر. طولكم هنايا غيولي قصير 44 سنتيمتر، حيت ديجا هنايا ضفت هنايا 14 سنتيمتر ونقصتها من الكم. صافي هذا هو الكم. ندوزو للقب، يعني طولكم كما قلت لكم كنضيف ليه 3 سنتيمتر ديال الخياطه. ندوز الى القب، قب على هذا الشكل بحال هكا، يعني كندير واحد المستطيل، كنتني التوب على اثنان، هذا كنتني التوب على متني على اربعة، وهذا قب متني على اثنان. يعني هو يعني بحال جلابة ايفازي، الفرق بيناتهم غير هذا كيكون طويل وهذا كيكون قصير. ديال جلابة مخزني كيكون طويل على جلابة ايفازي. اذا انا غندير مثلا 43 سنتيمتر، ولا ممكن دير حتى 45 سنتيمتر. انا غندير هنايا في الطول 43 سنتيمتر، وفي العرض 33 سنتيمتر. هنايا جهه مغلقه متني على 2، متني على 2. هنايا من هنا حتى لهنا كندخل ب 10 سنتيمتر، نفس الشيء 10 سنتيمتر، وكنسال هذه النقطه مع هذه النقطه. يعني هنايا كنجيب مقاس ديال الكول النصف ديال العنق الامام والخلف. مثلا عندي 26 سنتيمتر، كنجيب النقطه من هنايا فين جاتني 26 سنتيمتر و 27، يعني جاتني مثلا هنا من هذه النقطه كنشوف مقاس 27 سنتيمتر. مثلا جاتني هنا 27 سنتيمتر، كنسال هذه النقطه مع هذه النقطه، يعني القب ما كاينش فيه مشكل بحالو بحال ايفاز. صافي كنقسم هذه القطعه على 4، 1 2 3 4، كنطلع هنايا
بسنتيم وكان ندخل هنايا كنهبط هنايا بسنتيم وكنطلع هنايا بسنتيم صافي كنقوس. ها هو الكوب، القب واجد بحال هكا، نتمنى يكون واضح. كما كتشوفوا هنايا راه كتبت لكم يعني جميع الملاحظات. هنا درت الطول الكلي، درت هنايا جهه مغلقه مثنيه على اثنان من الخلف، وجهه مغلقه جهه مفتوحه مثنيه على اثنان من جهه يعني الامام. هنا كما قلت لكم درت الطول الكلي، درت هنا الامام والخلف يعني الباترون الامام والخلف. هنايا ارتفاع التركيز، لبغيتي كما قلت لك تدخلي بالحزام كتولي جلابه مخزنيه، مخزنيه ايفازي يعني كتدخلي من هنايا بحال هكا على الشكل، وكتمشي نفس الشكل في الحوض والجلال. الا بغيتي دير 40 سنتيمتر كدير 40 سنتيمتر، يعني 36 40 سنتيمتر ما كيكونش يعني جلال كبير بزاف ايفازي جلابه مخزنيه. هنايا قب جلابه مخزنيه وكم جلابه مخزنيه، عرض لكم ضيفي لها 3 سنتيمتر. ممكن تخليه قصير يعني ما تكثريش من تخليه قصير يعني ما تكثريش من الاضافات. هنا جهه مغلقه متني على اثنان، العرض 33 سنتيمتر، الطول 43 سنتيمتر. نكون هنايا سالينا لا فيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.